بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الجزء من محاضرة الكيمياء السريرية راح نبلش نحكي إن شاء الله عن البيوتيريتي جلاند أو عن الغدة النخامية، وهي تاني غدة معانا بعد ما تعرفنا على الهايبوثالاموس اللي هي الغدة تحت المهاد اللي هي الكينج أو خلينا نحكي رئيسة الخلايا كلهم، لكن حكينا انها هي بتشتغل بطريقة غير مباشرة. في عنا غدة تانية مسؤولة عن باقي الغدد، وهي طبعا مسؤولة امام تحت المهاد. طبعا الغدة هذه هي البيوتيريتي جلاند او الغدة النخامية. فطبعا زي ما حكينا اللي هي الغدة النخامية او البيتريتي جلاند. طبعا لو اجينا نتعرف اكثر على البيتريتي جلاند او الغدة النخامية، بالنسبة لللوكيشن تبعها او لموقعها بيجي inferior to mid brain، يعني خلف الدماغ المتوسط او خلف الجزء المتوسط من الدماغ، connect to short stalk يعني بترتبط مع الميد برين، ترتبط مع منطقة الدماغ المتوسط بشورت ستالك او بقناة صغيرة او بقناة قصيرة. طبعا هي اصلا بيجي، احنا من المرة الماضية حكينا انه الهايبوثالاموس هي بتيجي فوق الغدة البيتوريتي جلاند، معناته البيتوريتي جلاند هي بدها تيجي تحت غدة الهايبوثالاموس مباشرة. على كل، طبعا البيتوريتي جلاند تقسم الى قسمين رئيسيات، عندنا الانتيريور بارت والبوستيريور بارت. طبعا الانتيريور بيتوريتي اللي هي بتشكل 80% من تركيب الخلية او من تركيب عفوا الجلاند كاملة او من تركيب الغدة كاملة، والبوستيريور بتشكل 20% من تركيب البيتوريتي جلاند. طبعا بالنسبة للفانكشن او وظيفة البيتوريتي جلاند، طبعا هي وظيفتها سينثيسيس اند سيكريت هرمون ذات مانج اذر gland hormone or affect directly in some organ. ايش معناته هذا الكلام؟ معناته هي بتبني او بتصنع وبتفرز هرمونات، الهرمونات هذه بتتحكم مانج يعني يتحكم او يدير او يكون مسؤول عن الاذر جلاند هرمون، يعني هي مسؤوله عن زي ما حكينا الغدد الثانيه وعن افرازاتها من الهرمونات. وفي بعض الهرمونات منها بتاثر، مش شرط انها يعني تاثر على جلاند وهي الجلاند تفرز هرمونات، كمان في عندنا بعض الهرمونات منها بتنفرز بشكل مباشر او بتادي وظيفه مباشره على تارجت تيشو او تارجت. فإذا هي إما بتفرز هرمونات بتتحكم في هرمونات أخرى، أو بتفرز هرمونات بتتحكم بأعضاء مباشرة أو لها تارجت سيل مباشرة. طيب هل هي في إشي بتحكم فيها؟ طبعا هي إيش بتحكم فيها أو شو الإشي اللي بتحكم بإفرازاتها؟ شغلتين. الشغلة الأولى الهايبوثالاموس، وهذا إشي بنسميه بوزيتيف فيدباك. كيف؟ زي ما حكينا في لما حكينا على الهايبوثالاموس إنه في عنا ريليزينج هرمون، ريليزينج فاكتور أو ريليزينج هرمون بتفرزه من الهايبوثالاموس بيشجعوا الغدة النخامية أو بيشجعوا البيتيريتي جلاند إنها تفرز هرموناتها. وفي هاي الحالة هذا إشي بنسميه بوزيتيف فيدباك. ليه؟ ليش؟ لانه امر مباشر من الهايبوثالاموس للبيتوريتي جلاند، بزيد الهرمون اللي بتفرزه الهايبوثالاموس فبزيد الهرمون اللي بتفرزه البيتوريتي جلاند. كذلك الامر في عنا اشي تاني بتحكم بافرازات البيتوريتي جلاند اللي هي ايش؟ اللي هي الهرمونز اوف اذر جلاند. يعني حتى تفهم علي وافهم عليك، مثلا نرجع لمثال اللي كتبناه تبع التي ار اتش والتي او تي ار اي اللي هو الثايروسين ريليزنج او الثايرويد ريليزنج هرمون او ريليزنج فاكتور، والتي اس اتش والتي 3 والتي 4. اذا متذكرين لما شرحنا عن نيجاتيف فيدباك حكينا هذا بتفرز الهايبوثالاموس، والتي اس اتش بتفرز البيتوريتي، والتي 3 والتي 4 بتفرزوا الغده الدرقيه. هلا لما انا برتفع عندي تركيز التي 3 والتي 4 شو رح يصير؟ هذا رح يتطبط وهذا رح يتطبط، نيجاتيف فيدباك حكينا الكاسكيد كليته او السلسله كليته رح تتطبط. طب ما هو هذا نفس الحكي اللي انا عم بحكي هسه، انه معناته زياده التي 3 والتي 4 اللي هم هرمونات اوف اذر اللي هم اذر جلاند هرمون، تمام؟ ايش ما ايش عم بتسوي؟ عماله بتتحكم في تركيز او في قدره او في
خلينا نحكي السماح لغده البيتيوتري انها تفرز التي اس اتش اللي هو بيطلع منها او لا. فاذا نفس الفكره، الشيء الاول اللي بتحكم اللي هو التي ار اتش، طالما انفرز التي ار اتش راح ينفرز التي اس اتش، فمعناته هي في عندها تحكم بوزيتيف او تحكم مباشر من الهايبوثلامس، وفي عندها تحكم تاني ممكن يتحكم بافرازاتها من ايش اللي هي الاذر جلاند هرمون خلينا نكون دقيقين، الكونسنتريشن اوف جلاند هرمون اوف اذر جلاند هرمون، الكونسنتريشن اوف اذر جلاند هرمون يعني تركيز الافرازات او هرمونات الغدد اللي هي طبعا مسؤوله عنها. شغله ثانيه كمان بدنا نحكي عنها، طبعا بالنسبه للبيتيوتري جلاند هي بتفرز 6 هرمونات، انا عم بحكي على الانتيريال بيتيوتري هلا، اللي راح احكي عنه هلا كل شيء بخص ايش انتيريال بيتيوتري. الانتيريال بيتيوتري بتفرز 6 هرمونات، هلا البوستيريال هي اصلا ما بتفرز هرمونات، هي بتخزن فيها الهرمونين اللي بيطلعوا من الغده النخاميه اللي هم الاي دي اتش والاوكسيتوسين، وبتفرزهم طبعا لما الجسم بيحتاجهم، لكن هم اصلا ما بيكون صار لهم سينثيسيس داخلها. اللي بيكون صار لهم سينثيسيس داخلها او اللي بتقدر تعمل سينثيسيس لهرمون اصلا هي الانتيرير او الجزء الامامي من البيوتريتي جلاند، هي بتصنع وبتفرز هدول الست هرمونات، لكن بالنسبه للبوستيرير فهي مخزن فقط، بتفرز من هذا المخزن لما بنحتاجه، لكن اساس الهرمونات اللي مخزنه بتكون تصنعت وين؟ في الهايبوثالامس. بالنسبه diseases او لا خلينا نحكي الديسوردر اللي بتترافق مع البيتيوتري جلاند، هلا مثلها مثل اي جلاند ممكن تكون المشكله هايبو او هايبر. ايش يعني هايبو؟ يعني نقص في افرازات الغده النخاميه، او هايبر زياده في افرازات الغده النخاميه كذلك الامر. ممكن يكون النقص هذا سببه الغده نفسها او مشكله في الغده نفسها، او ممكن يكون هذا النقص سببه external cause او سببه خلينا نحكي اشياء مش في الغده، الغده نفسها سليمه، لكن ايش المشكله؟ المشكله في مكان تاني او في اشي تاني. زي شو يعني يا مس؟ زي مثلا لو انا حكيت عندي مثلا تيومر في تحت المهاد، هلا هذا التيومر اللي تحت المهاد او ديس اوردر في الحاله هذه راح يكون برايمري بالنسبه للهايبوثالامس لكنه سيكندري بالنسبه للبيتيوتري. مره تانية ما فهمتوا. هلا لو فرضا 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 نرجع لنفس المثال اللي عندنا، لو فرضا في عندي انا تيومر او في عندي ورم في تحت المهاد، تمام؟ ركزوا معي، لو انا في عندي ورم لا سمح الله، يعني في مريض عنده ورم في تحت المهاد، تمام؟ في المنطقه اللي هي مسؤوله عن افراز التي ار اتش، شو راح يصير؟ راح يصير في عندك افراز كتير 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 من التي ار اتش. طب ما هو الافراز الزائد من التي ار اتش دايركتلي راح يترافق مع ايش؟ راح يترافق مع افراز زائد من التي اس اتش. معناته هلا هون أن التيومر اللي في الهايبوثالامس شو عمل؟ عمل زيادة في إفراز التي ار اتش وزيادة في إفراز التي اس اتش، معناته هو سبب أساسي بالنسبة للخلل في الهايبوثالامس، لكنه سبب ثانوي بالنسبة للهايبر سكريشن في البيتيوتري. البيتيوتري أصلاً سليمة، لكن زيادة إفراز التي ار اتش رح يزيد من إفراز التي اس اتش. وكذلك الامر لما بنحكي احنا طبعا سواء عن الهايبو او عن الهايبر، بالنسبه للبرايمري دائما المشكله بتكون بالجلاند نفسها، وبالنسبه للسكندري بتكون المشكله في اكسترنال كوز او في اذر تيشو او في اذر اورجان. طبعا بتكون طبعا هاي الاورجان مرتبطه مع الجلاند او مرتبطه مع البيتريتي جلاند اللي عندنا. طبعا لو جيت نرجع انا وياك على الكتاب، الكتاب هون طبعا كاتب لك انه البيتيوتري جلاند وين توقع او وين مكانها، بتيجي عندك زي ما حكينا خلف الميد برين او خلف الدماغ المتوسط، بتكون مرتبطه فيه بالشورت ستارك او بقناه قصيره او بساق قصيره. طبعا بتفرز كثير من الهرمونز والسكريشن، بسموها ماستر جلاند، هي حكيناها. مين بتحكم فيها بشكل اساسي؟ اللي هو الهايبوثالامس. طبعا هي فيها تو لوبس. ايش يعني تو لوبس او تو بارت؟ يعني فيها فصين او فيها جزئين، تمام؟ الجزء الانتيريور وجزء البوستيريور. هلا لو بدنا نحكي اول شيء على الجزء الانتيريور، حكينا الانتيريور سينثيسايز اند سكريت نيموروس هرمون، هم 6 هرمونات بشكل عام اللي اجمعوا عليهم العلماء. طبعا الهرمونات هذه اما بتتحكم بالاذر اندوكراين جلاند او بتتحكم بـ T
ريالتي شو معين، لكن شوفوا بيكون تأثيرها مباشر، يعني هي مش لازم انه هرمون تاني نشطها غير هرمون تحت الميعاد. طبعا بحكي لك انه هم ست بحكي لك انه انه البيوتريتي جلاند، وهي يمكن ما حكيناها، تتكون من 6 انواع من الخلايا، كل نوع من هاي الخلايا بتفرز هرمون مختلف. طبعا هي بتشكل 80% من البيوتريتي جلاند. طب ايش هم؟ رح نتعرف هلا انا وياكم على اهم الهرمونات اللي بتطلع عندي من الانتيريال بيوتريتي. اللي بتطلع من وين؟ من الانتيريال بيوتريتي. في عندي طبعا الهرمون الاول واللي اكثر شيوعا اللي هو الجروث هرمون او هرمون النمو. طبعا الجروث هرمون او هرمون النمو ايش التارجت اورجنز تبعته او على ايش بياثر اكثر؟ بالليفر اديبوز تيشو. طب مثل ليش الليفر والاديبوز تيشو؟ بكل بساطه انتم عارفين انه لما انسان بده ينمو بده يحتاج طاقه. طيب هي ذكروني الكربوهيدرات ميتابوليزم والليبيد ميتابوليزم وين بتصير؟ ما هي بتصير اما في الليفر اما في الاديبوز تيشو. فاكيد لانه زي ما تطلع لو طلعت انا وياكم على الفانكشن راح تلاحظ، لو طلعت انا وياكم زي ما انتم شايفين بيكون عندنا تاثيره الاساسي انه بتحكم بطريقه غير بتحكم بطريقه غير مباشره ب زي نحكي الميتابوليزم للبروتين للليبيد للكربوهيدرات الى اخره، بهدف انه توفر عندي طاقه كافيه حتى انا يصير في عندي زياده في نمو الخلايا وخلايا الجسم المختلفه، وطبعا حتى تكوين البروتينات المهمه لنمو الخلايا وتكوينها لوظائفها المتعدده والمختلفه في الجسم. كذلك الامر طبعا بالنسبه للليبيد. طيب نيجي على الهرمون الثاني اللي هو التي اس اتش او ثايرويد ستيمولاتينج هرمون. طبعا ايش الميجر تارجت سيل على ايش بياثر بالضبط؟ بياثر على الثايرويد جلاند. طبعا بيعمل ستيميوليشن، فبيعمل ستيميوليت ل سكريشن اوف ثايرويد هرمون اللي هم التي 3 والتي 4. في عنا هرمون الادينو كورتوتروفيك هرمون اللي هو بنسميه ال ADCTH، بنسميه بالنزول بالرمز ACTH. تمام، هذا الهرمون وين التارجت سيل تبعته؟ اللي هي الادرينال جلاند او الغده الكظريه. طبعا بيعمل ستيميوليشن للسكريشن للجلوكوكورتيكويد او للهرمونات الكورتيزون، لهرمون الكورتيزون. طيب فين البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب؟ طبعا بالنسبه للبرولاكتين بيكون تاثيره مباشر على الممري جلاند، بيكون تاثيره مباشر على الممري جلاند، والفانكشن تبعته بتكون طبعا ميلك برودكشن في حاله البريست فيدينج. بالنسبه لل الانتايزنج هرمون والفلوكولر ستيميوليتنج هرمون اللي هم نفسهم ال LH وال FSH، وطبعا هدول هم هرمونات الخصوبة بشكل عام، بتأثر تأثير مباشر على الأوفري والتستس سواء هذا أو هذا، وبتحكم بشكل أساسي زي ما حكينا في عمليات التناسل والريبرودكشن والخصوبة عند الإنسان خصوصا عند الفيميل. على كل الاحوال طبعا هدول هم 6 ميجر هرمونز اللي بنفرزوا من البيوتريتي جلاند، واللي طبعا بتتحكم فيهم بشكل غير مباشر الهايبوثالاموس، والهايبوثالاموس طبعا بتتحكم طبعا بالبيوتريتي. طيب في عندنا هون هاي الفقره يمكن انا حكيتها انه شو الشغلتين اللي بتحكموا بالسكريشن بسكريشن للانتيريال بيوتريتي. حكينا اللي هي بوزيتيف ستيميوليشن او البوزيتيف فيدباك من الهايبوثالاموس عن طريق الريليزنج هرمون اللي بتكون موجوده فيها، مع النيجاتيف فيدباك اللي بنتج من ارتفاع الاذر اندوكراين هرمونز في الدم. طبعا المشاكل اللي بتصير اما راح تكون برايمري او سيكندري، اما راح تكون برايمري او سيكندري. هيك بنكون خلصنا هذا الجزء.